صباح الخير يا جلجل، نشوف بقى بلاش النهارده دي بمساحته ولا ايه. اختي خرباها يا جزمه يا جيجي، معقول اللي تفتكره موسى يطلع فرعون؟ لا 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 لا، هناك بقى. يلا انا جاي والله. لا مش هتأخر، هلبس على طول والله. ماشي، لا جايه حالا. هو مين ده يا هانم اللي هتروحي له؟ بيتك مين ايه؟ طب سلام سلام سلام، باي باي. في ايه؟ هاتها البيت وخربها دي عليك انت. ايه استغفر الله العظيم، بقول لك ايه، انا مش ناقصك خالص، انا فيا اللي مكفيني. الراجل بتاع الانتري عايز 2000 جنيه والله. لا بقول لك ايه، جو خدوهم بالصوت لا يغلبوك ده مش هيمشي معايا، واربي قطط واعيش في شقه مهجوره. هات التليفون ده وريني بتكلمي مين. تليفون مين؟ بقول لك رايح الكورس، رايح الزفت. بعدين انا بشرح لك ليه اساسا؟ خرب بيتك اتاخرت، وسع كده. بس برضه حياه امي ما انا سايبك. وانا اقدر على زعلك؟ لا لا ما تخافش، انا هاجي. ماشي ماشي. اه طبعا ايوه، تكسفنيش بقى. نار ابوكو اسود. هتروحي لمين يا بت؟ هتروحي لمين انت؟ الرحله يا عمر. يو جلجل. عمر؟ عمر مين يا بت؟ انطقي. صاحبي. ما اسمه صاحبك، اسمه زميلك. جار اخويا يا بنات محاسن، وانا هلاقيها من مين ولا من مين؟ مين في كل حربها انت؟ انا مش عايش بالشك. لا خلاص اقفل بقى. لا اقفل انت الاول. ماشي. يا سلمى، ازيك عامله ايه النهارده؟ الحمد لله. انت سبت محفظتك اخر مره في كافيه على الترابيزه وخدت لك معايا. والله محفظتي معاكي؟ يكون هاتها البيت دي مقصود بيها سلمى. بعت لك لوكيشن البيت لو عايز تيجي تاخدها يعني. سلمى معلش ثواني بس، خليكي معايا اجيبها البيت ازاي دي بقى. ما تقول لها ان عيد ميلادك. ايوه صح، والله هتطلعي انت اللي خرباها. سلمى بقول لك ما ينفعش بس تعدي عليا المحفظه. لا خلاص، انا ممكن ابعتها لك مع سواق بوب يعني. لا سواق ايه، اصلا مش هستأمن حد على جوه المحفظه غيرك يعني. لا عم محمد امين وسواقنا من زمان، ما تقلقش. اصل بصراحه يعني لازم اجيلك البيت. نعم يلا. لا 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 انت فهمت ايه، انا اقصد النهارده عيد ميلادي. انا النهارده عيد ميلادي، ويعني احب جدا ان انا اشوف عيد ميلادي النهارده، يعني خصوصا انها محرج جدا من الموقف اللي فات يعني. هشوف يعني. عموما كل سنه وانت طيب. انت بالصحه والسلامه، استنيكي بقى. هاتي هديه ان شاء الله. واحد